عبال ما دي تستوي هنعمل حاجة اسمها الدقوس. الدقوس بيتاكل مع الكبسة. تعالوا نقول ايه هي مكونات الدقوس. الدقوس عبارة عن ايه؟ شيل دول كده على جنب. خمس سواد بقدونس، شوية نعناع مفرومين، فلفل حار، معلقة ملح ومعلقة فلفل، واربع معالق عصير ليمون، وهنحط معلقتين خل صغيرين وخيارة مفرومة، واربع اعواد كزبرة خضراء، وفصين ثوم مفرومين. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. بكل بساطة بجيب بولة بالشكل ده، وبجيب المضرب بتاعي، نخلي دول كده على جنب عشان احنا في الاخر هنضيف الكركم كمان. هنعمل ايه؟ نجيب معلقه الدقوس، من الحاجات اللي هي جميله جدا وفي نفس الوقت بتدي طعم وبتدي مساحه حلوه قوي مع الاختلاط الاكل بالبق بالكبسه نفسها، وكمان بتساعد على الهضم كتير جدا لان فيها عصير ليمون وخل، وفي ناس ممكن تحط لها بعض المكونات من دول وممكن ناس تشيلها، لكن في اماكن معينه زي مثلا في الجنوب، في السعوديه، في القصيم، كل الاماكن، ويمكن الاخوه السعوديين لو حد بيتابعنا منهم يقدر يقول او يتابعنا على الصفحه لو كلامي فيه زياده او ناقص يقول لنا الصح، لكن اللي انا اعرفه ان كل المكونات دي بتضاف معاها. بنحط كده نص المكونات، شويه خيار نصهم، شويه بقدونس نصهم برضو، شويه نعناع، شوية الكزبرة بتاعتي، البصل، الفلفل، كل المكونات زي ما احنا اتفقنا نصهم، وشوية طماطم، وبحاول اخد عصير الطماطم، وبحط عصير الليمون كله، والخل، ممكن نفتح دي كده عشان انا محتاج شوية خل كتير، وفي احيانا الناس بتضيف عليها شوية زيت زيتون. هنضرب المكونات بتاعتنا، بحط معاها كمان شوية ملح، وشوية فلفل صغيرين، ونجيب كمان معاهم شوية كزبرة ناشفة. نضربهم بالشكل ده، في حاجة ده سيبيني رجعنا لكم بعد الفاصل. هنضرب الدقوس بتاعنا وبعد كده هنعمل حاجة هنخليها مفاجأة ليكم. تعالوا نشوف هنضرب الدقوس الأول إزاي ونعمل السلطة بتاعة الدقوس. الدقوس بالمناسبة الدقوس في ناس بتحب تضيف عليه زيت زيتون وفي ناس ما بتحبش تضيف عليه زيت زيتون، لكن أنا من وجهة نظري إن كل واحد على حسب رغبته، على حسب الحاجات اللي هو ممكن يستخدمها ويشوفها مناسبة ليه. زي ما احنا شايفين ريحته كمان بتبقى طالعة، بتبقى جميلة قوي ومريحة كمان للنفس كمان وانا باكله مع الكبسة، بحكم ان الكبسة تقيلة. الكبسة من الحاجات كمان اللي هي موجودة في كل السعودية، كده الدقوس بتاعي اتضرب والطحن كويس. طيب خلينا نشوف، في
في حاجه من الاثنين، في الجنوب في القصيم وفي جده وفي ابها بيصفوا الدقوزه، وفي ناس ما بتحبش تصفي الدقوس، حبوا ياكلوا كده. فبرضو لحضراتكم حريه الاختيار ان انا اصفيه او ان انا اكله زي ما هو كده، بضيف كل المكونات بتاعتي كده بالشكل ده وبيبقى زي الغموس. بعد ما بضيف عليه كمان، بعد ما بعمل ده بحط نص المكونات اللي انا خدتها، اللي هي ايه، شويه خيار عشان، والخيار كمان بالمناسبه بيبقى فيه نسبه ميه وبتريح الجسم كويس قوي. وباخد الميه بتاعه الطماطم اللي هي متصفيه منها، طماطم متقشره، الثوم، نجيب معلقه ونحط حته ثوم صغيره، حته ثوم صغيره كده كده انا ضارب الثوم عندي، فمش محتاج ان انا احط الثوم ويتضرب عندي. ونحط الخل بتاعنا ده، خل او خل، احنا كده كده حطينا كمان عصير الليمون. متخيلين يا جماعه، خل مع ثوم مع كمون مع ملح مع فلفل مع المكونات الجميله اللي احنا حطيناها، الطعم بيبقى تحفه. نحط كمان نقرنشه بشوية كزبرة بتاعتنا وقطع البصل. مهم قوي ان احنا كمان نخلي البصل بتاعنا مفروم. ده كده الدقوس اللي هناكله مع